هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، عشرات الأدلة على ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العباد الصالحين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي نقصان الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يقول الله تعالى: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث حنظلة: نفق حنظلة قال: كيف ذلك يا حنظلة؟ أو قال الرسول: كيف ذلك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله كأن على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا من عندك عفسنا النساء والضيعات والأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدمون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة.